السلام خوتي خويا ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. عاده ملي كنبغيو نصايبوا المعقوده كنصايبوها دائما بالبطاطا. اليوم جيتكم بوصفه جديده ديال المعقوده اللي هي بالشوفلور والدجاج، كتجي لذيذه بزاف. اول حاجه دائما ملي تبغوا تحضروا اي اكل بالشوفلور من الاحسن يتبخر حسن ما يتسلق. ملي كتسلقوه كيشرب الماء، هو اصلا فيه واحد الكميه كبيره ديال الماء، وكيزيد كيشرب ماء اخر. ملي كديروه مثلا في ليغاطا كيبدا كيطلق الماء وكيجي داك الشميه، وحتى المذاق ديال الشوفلور ما كيبقاش هو هذاك. من الاحسن بقاو تبخروه خصوصا في المعقوده ولا في الكراتان، كيجي احسن مبخر. الحاجه الثانيه هو الشابلور. الشابلور كيلعب واحد الدور مهم في الحوايج اللي كيكونوا باني ومقليين من الزيت. هو احسن بالمقارنه مع الشابلور الاخر اللي كيكون اللون ديالو احمر. بعض المرات الزيت كتكون سخونه بزاف، ملي كناخذوا الحاجه اللي كتكون باني في الشابلور الاحمر كنلوحوها، الشابلور هذاك الاحمر كيتحمر دغيا، المكون اللي لداخل باقي ما طابش وهي ديجا تحمرات. الا زدنا مازال شفنا هذاك المكون اللي لداخل باقي خضر وبغينا نطيبوه مازال، الشابلور غيتحرق وبالتالي هذاك المكون غادي نلوحوه. بخلاف الوصفات اللي كيكونوا باني في الشابلور الابيض اللي كياخذوا الوقت ديالهم الكامل باش كيطيبوا، كيجيو كروسيون حتى اللون ديالهم كيجيو زوين. كنتمنى تاخذوا بهذه النصيحه هذه. اما بالنسبه للشابلور الابيض راه كيتباع في الاسواق، مثلا المرجان راه كيتباع في لي غايو ازياتيك فين كاين كيتباعوا المكونات ديال لي سوشي، صوص سوجا، صوص زويتر. اما بالنسبه للناس ديال اوروبا راه يلقاوها في اي بلاصه. الناس ديال اوروبا وامريكا راه كاينه موجوده لحقاش، كاين بزاف ديال المحلات الاسيويه وكذلك في الانترنت. كنتمنى تاخذوا بهاد جوج ديال النصائح اللي مهمين بزاف، ونخليكم مع الوصفه للمكونات وطريقه التحضير. شوفوا الفيديو وفرجه ممتعه. على بركة الله، بالنسبة للمكونات كنحتاجو الشوفلور اللي كيكون مبخر من قبل، كنإكخازيوه بهذا الشكل هذا، كنضيفو عليه الدجاج. كمية الدجاج كيف قلت لكم كتبقى اختيارية. كنضيفو البقدونس اللي هو المعدنوس، توابل حسب الرغبة. هنا درت الزنجبيل، الفلفل الأسود اللي هو البزار، البابريكا، الجبن أي جبن بغيتو، الكمية حسب الرغبة كذلك، شويه ديال الهريسه. هنا غنضيف الثوم. بالنسبه للهريسه كتبقى اختياريه، يمكن لكم تكثروا شويه ديال البابريكا باش يعطي واحد اللون حمامر زوين. هنا كنخلط المكونات كلها مزيان مع بعضياتها، من بعد غنبدا كنشكل فيها كويرات سواء كبيره او صغيره اللي بغيتو. بعد ذلك غندوزها في الشابلور، ما غنحتاج لا بيض لا دقيق لا والو. المعقوده ديال الشوفلور ما كتحتاج لهاد جوج مكونات هادو، غدوزوها مباشره في الشابلور. الشابلور من الاحسن يكون ابيض. من بعد كنسخن الزيت، الا كانت عندكم الفريتوز على 165 درجه كنسخنوها من قبل، وكنلوحو فيها المعقوده ديالنا حتى كتحمر على خطره. راه غيكونوا في التحت، ملي غيبانوا لك نطابو راه غيطلعوا الفوق. اما بالنسبه اللي عندهم غير المقله ديال الزيت، غتشعلوا على الزيت ديالكم تسخن نار متوسطه، بحال لا غتقليو البريوات. البريوات ديال اللوز بحال هذاك الشكل باش ما يتخطفوش لكم.
وبالتالي كيجيو على هاد الشكل هذا، كيجيو لذاذ بزاف وكيجيو خفاف الصراحه. يمكن لكم تقدموهم سناك للوليدات الصغار، يمكن لكم توظفوها كذلك وجبه عشاء مع شي سلطه كذلك. وبالتالي كانت هذه هي النهايه ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى تكون نال الاعجاب ديالكم. خليتكم هاد الساعه. السلام عليكم.